بسم الله الرحمن الرحيم، هنا سأشرح في هذا المقطع فتح ورقة عمل في إكسل. عند فتحه لأول مرة بعد تثبيته، أنقر على التطبيق للدخول إليه، والهاتف عندي متصل للإنترنت، وأنتظر فهو يقوم بتحميل بعض الملفات. الآن اختار تسجيل الدخول لاحقا. هنا التالي، عدم إرسال بيانات اختيارية، إغلاق. لا اختار تسجيل الدخول، وإنما اختار علامة الزائد في الأعلى لبدء أو للوصول لهذه الواجهة، واختيار مصنف فارغ. كما تلاحظون وصلت إلى ورقة العمل. الآن لو أردت حفظ هذا الملف، مثلا سأكتب هنا الأستاذة زهراء خباز، سأحفظ هذا الملف، أضغط هنا علامة الصح، أنقر على هذه الثلاث نقاط وأختار حفظ باسم. أين سأحفظه؟ أنا سأحفظه في هذا الجهاز، أي جهازي الذي أستخدمه الآن. الآن في أي مجلد؟ هل في مجلد دوكيومنتس أو في مجلد الداونلود؟ أو أريد حفظه في تخزين الهاتف. كما تلاحظون واجهة معنونة بالأماكن هنا في أعلى اليسار. سأختار أنا Documents، هي المستندات، وأسميه خطوات حفظ الملف، وأختار حفظ. الآن يجب أن أشاهده أين؟ يجب أن أشاهده في مجلد المستندات Documents. لو عدت إلى الواجهة الرئيسية وذهبت إلى الملفات، وهنا بحثت في علامة البحث، كتبت، ممكن أن يكون في بعض الأجهزة ملفات وفي أخرى مدير الملفات أو ملفاتي، المهم المجلد الذي تصلون منه إلى كل الملفات ومجلدات التي في الهاتف. سمينا الملف خطوات، هكذا يمكن الوصول للملف. أو عندي مجلد الذي فيه الملف، أكتب اسمه Document، كما تلاحظون هذا هو، أختاره وأنزل للأسفل. هكذا تلاحظون خطوات حفظ ملف هذا الذي حفظته، حتى أنظروا مكتوب الحجم والساعة، يعني التوقيت الذي حفظت فيه الملف. أرجو أن يكون الشرح مفيد، ودمتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.